وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يجوز التجسس على المسلمين عموما، لا يجوز. ومعاونة الكفار على أهل الإسلام أيضا لا تجوز. فمن هنا سلمك الله، هؤلاء ما أظنهم سلفيين، ما أظنهم سلفيين. السلفي لا يمكن أن يعمل في شبكة الكفار، وكما أنه لا يرتضي على الخروج ولا يعمل مع الخوارج، أيضا لا يعمل مع الخارجين عن دين الله. إذا كان لا يعمل مع خارج عن بعض الأحكام الشرعية، فكيف سيعمل مع جهات هي خارجة عن دين الله عز وجل؟ فهذا ليس سلفيا، ولا يصير أو يكون هذا من سلفية أبدا. فنسأل الله عز وجل أن يكفينا وإياكم الشرور والمصائب، وأن يعيدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله المستعان.